بيضة غيرت الأمور، انطلقت مع المركز الأول علي بن محمد العفر المري في أول الأشواط الصباحية في سيد الأشواط بالنسبة للثنايا ومسافة 6 كيلومترات. هنا مع بيضة عادت الغربية من جديد، الغربية عادت مرة أخرى، نجم الغربية محمد بن زايد المنصوري، الشاهينية سيب بن سعيد بن دري الفلاحي. الله 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 الله، الغربية والشاهينية، الشاهينية والغربية، ولكن الغربية، الغربية ونجم الغربية محمد بن زايد بن خلفان المنصوري ينتزع المركز الأول. تهانينا لأبو زايد والتهانية لمحمود الوهيبي المركز. لم تصدر على الباز اللي يحتل المركز الأول، يا سلام، بطي بن سعيد الزعبي مع الباز. الله الله، الناموس يا الزعبي، الناموس، بطي بن سعيد الزعبي يحتل المركز الأول في هذا الشوط الأول الرئيسي للثنايا القعدان، ومن مسافة 6 كيلومتر نهنيه ونتقدم له بالتهنية على فوز الباز وإنجاز تلو إنجاز يا الباز. الله، هذه لحظات وصول الباز بدون أي تعليمات وبدون أي أوامر. مشاهدين الكرام، تذكر ها هو الباز يصل بأمان وسلام. تهانينا لبطي بن سعيد الزعبي على فوز الباز وتحقيقه بالمركز الأول في هذا الشوط الأول الرئيسي. المركز الثاني يصل فيه الباز لراشد بن شبيع بن مقبل. الشقيقة من خلال انطلاقة مياسة، يبدو أن الشوط ينحى إلى عزبة أو يأخذ منحى الاتجاه إلى عزبة مضفيرة، ولكن يصل الغويص، يصل الغويص، دير بالك الدانة تصل لمحمد بن راشد الغويص، ووصول خطير من شواهين لحمد بن سعيد بن دري الفلاحي. ولكن مياسة، مياسة وبدون أي تعليمات وبدون أي أوامر وجاهزة للختاميات مع أبو ظفيرة. تهانينا 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 على هذا الفوز يا أبو ظفيرة، أبدعت وكفيت ووفيت، ورايتك بيضة، رايتك بيضة، لحظات الوصول، لحظات الوصول. تهانينا تهانينا لعلي بن سالم أبو ظفيرة العامري على هذا الفوز المستحق الرهيب. ما زال في الصراع وما زال في القوة، وانطلق الرهيب مع المركز الأول الرهيب المملوك لسعيد بن محمد العامري مع الصدارة، مع القمة، مع الأداء، مع التميز. فتح الخير مع المركز الثاني الرهيب وفتح الخير اللحظات الأخيرة، ولكن الرهيب سيطر كل السيطرة وانطلق بأداء رهيب وبأداء عجيب وبأداء متميز. ولكن شوفوا شوفوا فتح الخير من بدا يتسلل على المركز الاول ومدى ينطلق مع الصداره ومع المقدمه وغير المجريات لصالحه. فتح الخير لعلي بن سالم ابو ظفيرة العامري هو من يتميز بالانطلاقه وبالاندفاعه مع المركز الاول. سلام ابو ظفيرة، سلام على حصول فتح الخير على المركز الاول. المركز الثاني وضبيب ابو ظفيرة، الله الله، ولكن بالسعودي قادم، بالسعودي قادم مع براقه، محمد بن علي بالسعودي قادم لا محاله. ولكن الظبي في المركز الاول، ظبي بن اهليل عبد الهادي بن حمد بن اهليل، وهناك ظبي ايضا، ظبي علي بن سالم ابو ظفيرة العامري تتسلل. يا سلام الله، بن اهليل وابو ظفيرة، بن اهليل وابو ظفيرة، الله، اللحظات الاخيره، الظبي والظبي، الظبي والظبي، يا سلام، هناك ظبي، هناك ظبي، وهنا ظبي، يا سلام، غيرت الظبي علي بن سالم ابو ظفيرة العامري، يا سلام، الله الله، الناموس يا ابو ظفيرة، الناموس. تهانينا والف مبروك على فوز الظبي لعلي بن سالم ابو ظفيرة العامري، والنقطة الثالثة على التوالي لهذا الشعار. أمير البلاد المفدى وكرمت في سباق سيدي سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني السباق الماضي، وكرموها في كل الميادين، كرمت في الوثبة، كرمت في دبي. يا سلام يا تحذير، يا سلام يا تحذير، اما سبوق انت سبق الشوط لا ضاق ولا خلاص من الهجن يا جماعه. يا سلام، من جاره الله من صواديف الاقدار جاتك يا ابن مشرف، وجاك الجيش كله بعدها. تهانينا لراعي تحذير، تهانينا لمالك تحذير، حسم الموقف، انتهى الموضوع. تحذير هي الاقرب للفوز، وايضا بدون اوامر، بدون اي تعليمات، بدون اي اوامر. تهانينا 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 على هذا الفوز المستحق لمشرف بن مطلق القحطاني. حركت في دورها مع قلب الأسد، وصلت مذهلة في المركز الثاني. يا سلام، الله الله الله، مذهلة على المركز الثاني، ولكن الغربية ما زالت على المركز الأول. الغربية هو مذهلة، مذهلة والغربية. الله يا
سلام. الغربية ومذهلة مذهلة والغربية، ولكن الغربية تحركت، الغربية تحركت. إذا الناموس غربي، الشوط شوط غربي، الشوط مع الغربية، الشوط مع الغربية. مثل ما جاءت الغربية في الشوط الأول مع الثنايا، البكار تأتي الغربية مع الشوط الأول الحيل، ليكون الانتصار مسجلا باسم محمد بن زايد بن خلفان المنصوري تهانينا، والثانية لمحمود بن محمد بدون أي تعليمات. ولكن مولع مولع ولع الشوط أيها الأعزاء، ولع الشوط ولع مولع، وشاهين مولع وشاهين، شاهين شاهين مولع، يتسلل مولع يتقدم، شعار البرنس. ولكن ولكن بن دلهم، ولكن بن دلهم قال لي علي بن دلهم، قال لي ما يسبقونه، قال لي ما يجيبونه. يا سلام يا شاهين، يا سلام يا شاهين، يا سلام يا شاهين. يصر أيها الأعزاء على انتزاع نقطة هذا الشوط وعلى ترحيلها من هنا إلى هناك، من هنا إلى عزبة بن دلهم. تهانينا 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 أيها الأعزاء، والسلام سلام شحاني سلام في هذا الفوز، سلام لمالك هذا الشعار وأيضا صاحب نقاط، ليس بجديد هذا الفوز، عودنا دائما شاهين. تهانينا لفهد بن ناصر بن دلهم الهاجري على هذا الفوز المستحق. بن مبارك بن مسفر الشهواني مع بروك غيرت واحتلت المركز الأول. الله 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 يا مسفر، مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني مع بروك في المركز الأول، اللحظات الأخيرة. ولكن الطوفان الغربي العنود العنود للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، لكن هناك بروك، بروك ما طاعت تسلم. يا سلام بروك 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 مع الناموس، ذهبت للناموس. تهانينا لمالك بروك، تهانينا لمالك بروك. اللحظات الأخيرة مشاهدينا الكرام، بروك للسيد محسن للسيد مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني مع بروك، ومن خلال انطلاقة بروك ما شاء الله تبارك الله. الله الناموس الناموس يا بن مبارك الناموس، مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني مع بروك، ومن خلال انطلاقة بروك. يا سلام الله هو شوط يا هو شوط من القوة. الأسد على المركز الأول، ضاري مع المركز الثاني، من لا يعرف ضاري المتواجد مع المركز الثاني، سعيد بن محمد بن زايد الخيرين وسالم المكسور بعملية التضمير، أو ناصر بن سالم المكسور بعملية التضمير، وصيف السيف هنالك ضاري مع المركز الثاني. المركز الثالث من غير المجريات، من تسلل إلى المركز الأول يتواجد متعب محمد بن سالم بن هيان العامري. المركز الثاني وصل، وصل شاهين سهيل بن رمل العامري مع شاهين مع المركز الثاني، ولكن متعب، اتعب المضمرين، اتعب المشاركين، ودون اي اوامر ينطلق متعب مع المركز الاول، متعب متعب محمد بن سالم بن هيان العامري، ولكن شاهين سواها بالرملي وانطلق مع شاهين مع المركز الاول. تهانينا الاستعانة الاربع ايها الاعزاء. الشوط خطير، الشوط حساس، وين الشوط وين الشوط؟ الشايبة هي الأقرب مع صالح بن حمد القمرة ومع حمد بن سالم بن جهوين، ولكن اشتعال بالكيلة، حمد بن سعيد بالكيلة مع اشتعال، اشعلتها يا بالكيلة، اشعلتها يا بالكيلة. يا سلام اشتعال اشتعال اشتعال. الطوفان قادم، الطوفان الغربي قادم، الطوفان الإماراتي قادم على رابع المراكز ولا على ثالث المراكز، وطرب طرب 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 وهواي القادمتين، ولكن اشتعال اشتعال هي الأقرب. 100 متر بالكيلة هو الأقرب للفوز، راعي سمحة هو الأقرب للفوز، راعي الإنجازات. تهانينا لحمد بن سعيد بالكيلة، تهانينا على هذا الفوز، تهانينا لحمد بن سعيد بالكيلة على فوز اشتعال وانتزاعها لناموس هذا الشوط. المركز الثاني هواي، لا شكل الفريد من الجوازي تستدير من الجهاز اللي تبطل ساقها في نحوة السوق الجهازي، ما طردها من جميع الهجم بطل، ما طردها من جميع الهجم بطل. هنالك بديعه مع انطلاق المركز الاول، تميزت بابداعاتها وتميز بها قصيده حمد العاض مع انطلاقه الصداره ومع انطلاقه المركز الاول، بديعه مع مسفر بن مبارك بن مسفر الشواني. سلام مسفر سلام سلام، بديعه سلام على حصولها على المركز الاول وبجداره وباستحقاق. وهذه النقطه الثانيه يتسجل لهذا الشعار في هذه الفتره فترة الصباحية، والثاني والتبريكات لمسفر بن مبارك بن مسفر الشواني على حصول بديع على المركز الأول والمركز الثاني. لمشرف بن مطلق القحطاني والزعفران، لا زال الزعفران على رأسها،
يا سلام، يعجبك لمعة شقار الزعفران في راسها، يعجبك لمعة شقاره في راسها. يا سلام، الله يلقحطاني، الله يلقحطاني، الله الله. إذا مشاهدينا الكرام، هذه سيوف مشرف بن مطرق القحطاني مع سيوف، ومن خلال انطلاقة سيوف أيها الإخوة الكرام نهني ونتقدم بتانية لمالك سيوف على هذا الفوز، مشرف بن مطرق القحطاني على هذا الفوز بالمركز الأول وتحقيقها بالمركز الأول والنقطة الثانية في رصيدها في هذا الموسم بعد فوز تحذير. نعم 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 مشاهدين الكرام، نعود وإياكم إلى المركز الثاني. يتصل الساعية محمد بن بيشان العجمي للمركز الثالث، ولكن الله الله أبو حمد يرشح 10. العوية 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 أيها الأعزاء، خليفة بن علي بالصلف المرر مع ثاني المراكز وثالث المراكز، هناك حيلة ورابع المراكز هنا وقادة، ولكن هنا العوية العوية والفارقة. الشوط وين وحيلة حيلة حيلة والعوية وفارقة، العوية وفارقة، فرقت الفارقة مع بنديلة. يا سلام يا الفارقة، الفارقة والعوية والتنافس قوي، الفارقة والعوية وحيلة، الفارقة وعوية والعوية وحيلة. الأمتار الأخيرة 100 متر، الفارقة بفارق بسيط، الفارقة بفارق بسيط، الفارقة 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 تتسلل، الفارقة تتميز، الفارقة وتضيف هذا الفوز إلى السيارة وإلى إنجازاتها. وبالفعل ترشيح الكريبي، تهانينا والناموس لزيد بن محسن بن نديل اهل المركز الثاني. يا سلام، اختلط الحابل بالنابل وانطلق هجام مع المركز الاول، اندفع هجام مع المركز المرموق ووقاد مع المركز الثاني، هجام ووقاد وايضا الهبوب مغيظ، الناموس ينتظر صاحب المركز الاول، ينتظر هنالك المركز الاول، هجام على الصداره، هجام على المقدمه، هجام على السيطره، يكرر الانجاز في هذا الموسم، يكرر ايضا التسجيل النقطة الثانية في رصيده وبانطلاقة البراك بمبروك الرشيدي. ولكن شوفوا 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 وقاد اوقدها، وقاد انطلق مع المركز الثاني زيد بن محسن بن نديلة، وزيد من السرعة يا زيد، هنالك اللحظات الأخيرة، الأمتار الحرجة، وقاد هو صاحب المركز الأول، زيد بن محسن بن نديلة المركز الثاني، كانت تواجد من